تبدأ يومك بتشيل هم هتركب ايه وما تركبش ايه وتمشي فين. كل يوم بالنسبة لها ذل، مليان بالخوف، مليان بالغضب والانتهاك. مفيش بنت في مصر ما بتتعرضش للتحرش. حط نفسك مكانها بدل ما تدور ازاي تلومها. ورجعنا لكم. واليوم اللي فيه ستات بيبقى يوم جميل بصراحة، يعني لأنهم بدونا إحساس إن مصر بلد طول ما بتحترم المرأة مصر هتطلع لقدام، وأي بلد في الدنيا بتطلع لقدام. أنا معايا صابرين أبو سبعة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حركة شايفينكم ودينا الشابة اللي دعت للوقف عشان التحرش وكده. قبل ما هسألكم الأول على رأيكم في زيارة رئيس الجمهورية النهاردة، بس هنتفرج الاول على الفيديو بتاع الزياره وارجع اسالكم بعد كده. لا لا، حقك علينا، حقك علينا. انا خفتك. معلش اديك حقك. لا حقك علينا، والله حقك علينا. ويخليك ويحميكم. احنا اسفين، احنا اسفين، احنا يعني الواحد بصراحة انا فخور ان ده رئيس الجمهورية المصري الحقيقة، يعني هذا الذي يعلم قيمة الورد وقيمة انه يعتذر. انت ايه رأيك؟ لا بصراحة يعني موقف او حركة يعني ما كناش ابدا متخيلين انها ممكن تصدر من رئيس جمهورية، بسبب طبعا التاريخ اللي احنا مرينا بيه في الفترات اللي فاتت. فلا طبعا مشكور جدا. و عموما يعني المرة دي الإعلام والمسؤولين وكل الجهات المختصة قامت بدور كويس في النهاية تندد وتشجب وتقول انه كده. قبل كده كان بيبعت حد بوكيه ورد من عنده مبعوث رئيس الجمهورية، لكن هو بنفسه يروح، يعني ده دليل اهتمام. مردوده كمان على الضحية واهلها، ان هي رايحة كمان كانت في مناسبة بتحتفل بتنصيبه كرئيس. فده يعني لا حركة. ومردوده كمان على على البنات وعلى الشعب المصري، يعني هذا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. انت ايه رأيك؟ انا يعني احترم طبعا الموقف جدا، بس انا للأسف يعني مستنية بس اشوف التطبيق. يعني احنا محتاجين. انا موافق. لا انا موافق طبعا. بس طبعا لا هو ده كفاية يعني. لكن احنا بنقول ان ده يعني زي ما تقول ايه، في عنوان كده. انا احترم المرأة تماما واعلم دورها. طبعا ده لا حد ذاته طبعا موقف محترم جدا، ويعني فعلا يعني كان لازم يتعمل يعني. طب انتوا حركة شايفينكم اصلا كانت طالعه علشان تزور الانتخابات في 2005 مش كده؟ مظبوط. هو بعدين بقت شايفينكم في كل حاجه يعني. مش كده يعني الشوف نفسه بقى. لا هو في نقطه كمان او معلومه ممكن تكون ناس كتير مش عارفاها، انه اسم شايفينكم او الحركه طلعت لما حصل برضو حركه واقع التحرش في 2005 قدام نقابة الصحفيين من قبل الحزب الوطني كأداة قمع للمرأة المصرية ان هي ما تنزلش. وزير الداخلية ساعتها طلع قال ما حصلش. فعشان كده احنا طلعنا بنقول لا حصل واحنا شايفينكم. انت كنت موجودة في 2005؟ لسه عايز اسال سنك كام سنة عشان يعني. لا. انت خريجة ايه الاول؟ انا خريجة نظم معلومات. تمام اوكي.
بس يعني كويس ان انت يعني عارفه التاريخ ودخلت في الموضوع. احنا الشباب اللي دخل من بعد الثوره هي شايفينكم اسست في 2005 وبعد كده وقف عملها في 2007 او 2008 بسبب طبعا ترهيب و يعني حصل حاجات يعني تحرش حتى بالاعضاء يعني اللي هم كانوا مؤسسين للحركه. وبعد كده بعد الثوره ما هو التحرش يا جماعه بس مش التحرش، ممكن يبقى تحرش لفظي وتحرش جسدي وتحرش ان انا اخدك احبسك وانت مظلوم، ده كل ده يخش في منظومه التحرش يعني اللي هو ببساطه كده بترمي بلاك. بالظبط كده، مش كده؟ هو انت تتعدى على حريتي في وجودي اصلا في نفس المكان اللي هو انت موجود فيه يعني. انا بالنسبه لي الشارع ده مش ليك لوحدك، مش انت بس اللي من حقك ان انت تمشي فيه وانت حاسس بامان، انا كمان من حقي ان انا امشي. بالظبط. البنت دلوقتي بقت تمشي في الشارع، بجد انا بشوف المنظر ده بحزن عليهم، بيبصوا في الارض كان وجودهم اصلا في الشارع مش مرغوب فيه، خايفه انها تبص للناس. فالموضوع بقى ده سببه ايه؟ والله سببه حاجات كتير قوي. سببه ان مفيش وعي عند الناس، الناس شايفه ان الست دي يعني مش انسانه للاسف. لا يعني سبب ان احنا بصينا النظره دي ايه؟ يعني ما هو ان النظره دي بس احنا ليه بصينا النظره دي؟ ما احنا طول عمرنا بنحترم المرأة. انا يعني والله هو يعني من اللي انا بسمعه يعني من اهلي والناس اللي كانوا عايشين زمان يعني في الستينات وفي الفتره اللي المفروض اللي هي جميله دي في مصر، يعني بيقولوا لي ان يعني كان مش فارقه البنت لابسه ايه، نازله شكلها ازاي. في السبعينيات بيلبسوا مايكرو جيب على فكره وبيركبوا الاتوبيسات، ومحدش كان بيبص عليهم يعني. بالظبط، ده دليل ان ملهاش علاقه انا لابسه ايه ولا انا عامله في نفسي ايه. ده معظم اللي بنشوفهم بيتحرشوا بيهم كلهم محجبات ومنقبات. بالظبط بالظبط، ويعني ده دليل اكبر. فيعني لازم الناس تبطل ان هي يعني تحط ترمي يعني المشكله على الست، تقول انت لازم تغيري شكلك، انت لازم ما تنزليش بالليل متاخر. هو يعني مش عارفين شكلها اصلا. يقول لك اصل هي كانت واقفه في الشارع متاخر بالليل، يعني ده مبرر يعني. يعني بيطلعوا مبررات كتير قوي يعني ما بيواجهوش المشكله نفسها. لا، ما تقولش حاجه عن المجني عليها، اتكلم عن المجرم. انت خريجه ايه؟ انا لسه بدرس في الجامعه، في الجامعه الامريكيه. انت شفت في اي منهج من مناهج التعليم في الفتره اللي انت لغايه ما وصلت هنا اي حاجه بتحث على احترام المراه، على التعامل معاها بشكل انساني؟ هل درست اي حاجه بالشكل ده ولا مش فاكره؟ هو اكيد يعني في كل السنين الدراسيه اكيد يعني كان في يعني مثلا في دروس الدين مثلا اكيد كان في اللي هو يعني لازم نحترم بعض، بس لا، عمري ما شفت حاجه خاصه بالمراه. هو للاسف لو المجتمع يعني متحضر مش هنحتاج يعني مواد مخصوص للمراه، المفروض ان دي حقوق انسان، ست وراجل نحترم بعض كلنا. بس احنا في الحاله اللي احنا فيها دي لا، احنا محتاجين بقى تغييرات كتير، محتاجين توعيه. يعني ان الست دي يعني انت ما تستهزئش بيها، ما تهنهاش، ما تغلطش فيها، وخليها تعيش حره، خليني اتنفس، ابقى عايزه امشي في الشارع براحتي. انا ما بمشيش في الشارع على قد ما اقدر، ما بمشيش في الشارع. طيب 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 هسألك سؤال يا صابرين، انت شايفه ان اللي حصل ده راجع لعوامل اجتماعيه خلقت انسانا مشوها؟ يعني عوامل اجتماعيه على مدار 40 سنه من عشوائيات في الفكر، عشوائيات في السكن، وعايشين في اوضه وفكر وارد على مصر، ولا انت شايفه ايه اللي وصلنا للحاله دي؟ بالتأكيد عوامل اجتماعية، عوامل بس يعني ممكن نقول انه اللي يعني مش ريسبونسبل لا مش لا. مش اقتصاديه ملهاش علاقه، لانه بنلاقي ناس ولاد ناس بس برضه بيعكسوا. احنا عملنا برنامج هنا عن التحرش وجبنا بنت لطيفه واخده يعني عامله الماستر ديجري من في امريكا عن التحرش، اكتشفت ان التحرش موجود حتى في الانديه اللي هي بيسموها يعني انديه الطبقه الراقيه، موجود طبعاً. تحرش لسه موجود لسه حاجة. من قريب كان في حاله في نادي وادي دجله، بنت صغيره انا ما كنتش عايز اقول النادي بس هي استضافنا هي دي كانت الحاله اللي احنا كنا عاملين عليها الدراسه الحقيقه. فبقى فكر مجتمعي غريب جدا جدا يعني مش بيبتدي من البيت للاسف. صح. انه ما فيش توعيه،
بيبتدي بعد كده في المدرسة انه ما فيش برضو ثقافة جنسية، فبيخجي بعد كده يدخل كمان في المدارس اللي هي يا اما بنات يا اما اولاد. الخلط ده اللي يخلق نوع من انواع التآلف في الوضع الطبيعي يعني. يجي دايما من واحنا صغيرين ما تكلميش وهو ما تكلمش، يجي بعد كده يختلط فيلاقي مع بعض لما تكبروا شوية. وكل ده فكر للاسف ما كانش موجود زي ما حضرتك قلت. احنا ايام الستينات والخمسينات كنا بنشوف الناس بتلبس اللي هي عايزاه بالظبط وعادي، ما كانش فيه مشكله. لا، فكر ده دخيل علينا، حقان الوقت ان احنا نشوف ازاي نتصدى ليه، ونشوف ازاي ممكن نرجع تاني بلد يستوعبنا كلنا، يقدر الراجل يتعامل مع الست من غير ما يحس ان هي مجرد اداه او ان هي يعني في وعاء، هم بيسموها وعاء يعني مجرد وعاء. في التحقيقات في بعض المتهمين بيقولوا انا كبير في السن ومش متجوز، فانا اول مره اشوف سوري يعني في اللفظ لحم رخيص. ما احنا لحم بقى اول مره اشوف لحم بلاش. انا فاهم. شوف لا يعني التبرير نفسه تبرير جاهل وتبرير. مش عايز اقول لفظه اكتر مش من كده. مش شايفني انسانه. شايفني يعني. طب انا يعني مع ان صلاح جاهين زمان قال البنت زي الولد ماهيش كماله عدد، ويعني طول عمرنا النظره للست دي نظره يعني لا. كان زمان انتوا صغيرين بقى كان في مسلسل اسمه بنت الحته نجح جدا. بنت الحته دي الحته كلها مسؤوله تحميها، يعني ما دام بنت الحته يعني هي دي كانها اختي كانها بنتي كانها ام يعني دي. فده كان التقاليد اللي احنا عايشين عليه. انت دعيتي لتظاهره، انت شايفه التظاهره ممكن تعمل ايه؟ لمجرد لفت النظر ما الناس كلها عارفه الموضوع. هو يعني انا اللي خلاني اللي حركني وخلاني افكر في الفكره دي كان ان انا قريت ان حصل واقعه من كام يوم في الهند. كان في بنتين تعرضوا للتحرش الجماعي برضو، ويعني الهند اصلا عندهم مشاكل كتير برضو التحرش والاغتصاب. فالستات عملوا مظاهرات وقلبوا الدنيا. فبعدها يعني فانا لما بعدها بكام يوم قريت كنت قاعده على فيسبوك قريت بوست ان على الحاله اللي حصلت يوم 8 دي والفيديو بشع يعني ما قدرتش اكمله. حسيت اللي هو طب احنا ساكتين ليه؟ ما ينفعش ان حاجه زي دي تحصل واحنا نبقى سكتنا. لا احنا مش هنسكت. وطبعا لفت النظر ده مهم، بس لا مش كفايه. عندنا مطالب وعايزينها تتحقق وعايزين تطبيق القانون. عندنا ان احنا عايزين تعديل القانون، مش قانون التحرش يعني محتاج يعني القانون اللي طلعه المستشار عادل منصور. انتوا عايزين يبقى اكثر تغليظ للعقوبه اكثر. نعم ايوه. وعايزين مؤسسات الدوله كلها تشتغل في خطه، تبقى خطه استراتيجيه كده يعني لحل المشكله. من وجهه نظرك يعني خطه، تقصدي مثلا خطه في كل الاتجاهات اعلاميا وتعليميا وتغيير المفهوم وكده؟ كل يعني كله الصحه التعليم طبعا والثقافه والاعلام والتربيه. طبعا التربيه دي يعني انا هربي بنتي او ابني حسب ما انا تربيت وحسب طبعاً. ما انا يعني يعني انا طلعت ازاي. فدي طبعا ليها عوامل كتير يعني. بس يعني مؤسسات الدوله كلها تشتغل بان تغير يعني تفكير الناس. الموضوع اصبح ظاهره لا يمكن السكوت عليها ابدا ان احنا ندي مسكنات ولا ان احنا ونطلع مبررات وكده. ابدا يعني لا فيش مبررات. فيش اي حد اي بني ادم يبرر هذا الفعل. هو آثم زيه زي العمل بالظبط. صح. طب ايه علاقه شايفينكم هل انتم متضامنين مع التظاهرات هتبقوا موجودين فيها؟ احنا من ضمن المنظمين المتضامنين. احنا الاول لما شفنا الايفنت طبعا كافراد يعني بصفه شخصيه كلنا طبعا يعني قلنا ان احنا هننزل، وبعد كده قررنا ان احنا ننزل بصفه رسميه كحركه شعبيه برضو بنطلب نفس المطالب اللي هي تعديل القانون مش مجرد بس لتغليظه. الفكره كمان ان انا لازم يكون عندي اليات لتفعيله. ان انا يكون عندي قانون شكله حلو لكن في الاخر ما مش عارف انا طبقه وهمي ما اقدرش اطبقه يبقى انا ما وصلتش لحاجه. انا مجرد ان انا ممكن اقول بالظبط بهدي الراي العام وخلاص. لا احنا عايزين اليات، عايزين نخلي المؤسسات تتحمل مسؤولياتها من وزاره الداخليه لمجلس قومي للمراه لدور العباده في الخطاب الديني. يعني عايزين منظومه كامله. في منظمات ثانيه غيركم مشتركه في طبعا احنا مش عارفه العدد بالظبط بس احنا منظمات كتير منها شفت تحرش منها راس ماب
منها صوت المرأة المصرية، مجلس القومي للمرأة، مجلس انا شايف ورق كتير قوي قدامك انا بجد لا عشان بس لو في تفاصيل صغيره. طب قولي، هل انت عايزه تذكري حاجه معينه موجوده عندك في الورق مثلا تحبي تشيريها؟ اولا هو يوم ايه التظاهره دي عشان نيجي كلنا؟ هو يوم السبت ان شاء الله، يوم 14 من الساعه 5 ل 8 هنتقابل قدام الاوبرا، ومسموح بكل الناس تيجي رجاله وستات. طيب. عشان عايزين نثبت ان في رجاله ضد التحرش. بص يعني لازم نقول ان الغالبيه العظمى من الشعب المصري هم ناس محترمين، وان ده جريت. لا يعني لا ده حقيقه يعني، ما هو في الاول وفي الاخر عندنا اولاد وبنربيهم، ويعني في الاخر في منظومه محترمه، وهي مصر قيمتها الكبرى في البشر. انا اصلا والله مش سلبيه، انا بس يعني نفسي انا مدرك قد ايه انت متاثره، وانا عايز اقول لك ان رئيس الجمهوريه تقريبا بكى وهو بيشوف البنت وعنده بنات، وكلنا عندنا متخيلين لا قدر الله. انا عايز اقول حاجه برضو في النقطه دي، انه لسوء لحسن حظ الضحيه دي انه تم توثيق الوقعه. في وقعات كتير قبل كده انا عارف لم يتم التعامل معها بتاتا. بعد القانون نفسه حصل انه في وقع تحرش، راحت الضحيه بالمتحرش للاسم، تاني يوم افرج عنه من غير حتى ما يتعرض للنيابه. فلازم فعلا في يعني الواقعه اللي بتذكرها اللي حضرتك ذكرتيها بتاع النادي اللي انا مش عايز اقول اسمه تاني، هم راحوا بلغوا وقالوا لها طالما لم يفعل شيء خلاص فدي مش قضيه، واللي تصدى ليها شرطيات ستات عرفوا، وعندهم على فكره في وزاره الداخليه قسم التحرش كله ستات. أيوة. معلش تعرف لك دي ولا انا عرفت يعني مؤخرا، بس يعني انا مش شايفاهم في الارض موجودين. فعلوا القضيه بتاعت البنت. لا انا عايز اقول لك اصل يعني حتى يوم الميدان، يعني احنا من 2012 واحنا بيحصل حالات تحرش في الميدان. بقى الميدان الناس بتروح لمجرد ان هي عايزه تتفرج على بنات وعايزه تتفرج على ستات، ما البنات في كل حته يعني يجوا يوميها يعني. بالظبط. بس كان بيبقى في دايما فرق تدخل. زي شفت التحرش، وكنا التحرش كنا بنعمل سياج ونقول للبنات وبنحاول بالظبط نسد على قد ما نقدر. يجي فرق التامين داخليه مش عارفه تفض. عيب قوي يعني. يعني عايز اقول لك على حاجه يعني. طبعا انا موافق لازم يكون في قصور، ما احنا في ال 18 يوم يا جماعه بتوع يناير ما كناش بنشوف حاجه خالص اطلاقا. انا خالص كنا بنمشي ولا. طوابير كان في الافات مؤلفه، وكنا بنمشي كل واحد خايف لحسن يلمس اللي قدامه من الزحمه. انا طبعا كنت نازل مع يعني كلنا نازلين، عائلات كانت نازله. انا والله عندي موقف حصل لي يوميها، تهت من الناس اصحابي وقعدت ابص حواليا، كان طبعا اعداد كبيره. واحد هو اللي كان بيوجهني اهم، مش يعني كان في كنا كلنا. انا عايز اقول لك بقى ده الشعور اللي انا عشان كده بقول لك، لا هم دول المصريين اللي احنا شفناهم يعني. صح. هل ده خلينا نفكر مع بعض كده نعمل يعني، هل ده كان ممنهج مثلا يوم الاحتفال؟ والله يعني انا يعني ما شكش بصراحه. يعني ما تشكيش انه ممكن يبقى ممنهج يعني. طبعا يعني مش كده. اصل يعني اصل يعني غريبه قوي ان يعني كل الرجاله دي او الشباب دول بيتلفوا حوالين البنت دي، ودوائر دوائر دوائر دوائر. الموضوع شكله منظم غريب يعني قوي سيستم يعني الا لو بقى كلهم حيوانات يعني بقى يعني تحس انها حاجه مقصوده يعني. اتعمل هو اتعمل في كل الاوقات وفي جميع المظاهرات يعني، مش ما هوش يخص ده يعني، هو كان بيتعمل كتير جدا يعني جدا. بس الحاله نفسها حاله يعني غريبه شويه، غريبه قوي يعني. احنا محتاجين ثوره في التعليم طبعا. اكيد اكيد يعني، مش بس حتى عشان نواجه التحرش، هو عشان اصلا نعرف نتعامل مع بعض كبني ادمين يعني. اخلاقنا عامه. احنا معانا الاستاذه رغده السعيد اللي هي الأستاذة رغدة السعيد كانت ضيفتي هنا، وهي خبيرة تحليل الخطاب يعني، أنا لما أتكلم هي تحلل أنا كنت شكلي عامل إزاي، وهي قريبة الطفلة اللي حصل بها التحرش في النادي اللي حضرتك بتقول عليه. أستاذة رغدة أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزي حضرتك؟ ممكن تقولي لنا بعد إذن حضرتك الموضوع وصل لفين عشان بس نطمن يعني؟ هو الموضوع طبعا زي ما قلنا كان بدأ يوم 16 ابريل اللي فات، وقعد 15 يوم عزيمة التحقيق، 15 يوم، والحمد لله الشيء الايجابي انه تحول جنايات محكمة جنايات شمال القاهرة بتهمة هاتكلر. تمام يعني دخل جنايات يعني دخل جنايات. ويمكن محامي قال لي حاجة كمان، ان المفروض ان عقوبة الجناية دي المفروض هتبقى 7 سنين.
طبعا ايه معلش على صوتك يا استاذه من فضلك. المحامي كان اتكلم معايا قال لي انها لازم الجنايه دي عقوبتها 7 سنوات. اوكي. وفي شيء كمان ممكن ياخد بيها مؤبد. جوه الجنايه اللي حضرتك ذكرت لنا تفاصيلها هنا. المؤبد لسبب ان هو اولي الامر، يعني اولي الامر دول المفروض الاب او العم او اي خادم بياخد فلوس عشان يبقى هو مسؤول عن حد، فده مسؤول عن طفله في نادي او عن الاطفال. انا فاهم، يعني هو راجل بيشتغل جوه نادي فكانه هو نفسه مسؤول عن البنت يعني، فهو يعني الجريمه جت من المسؤول يعني. بالظبط، فالقانون المفروض بيديه مؤبد من 7 سنين لمؤبد، فربنا يسهل يعني. يعني نرجو ان يكون عبره لمن يعتبر. اولا انا بحيي شجاعه حضرتك وشجاعه مامتها جدا جدا، يعني لو كل الناس عملوا زي حضرتك كده واصروا ان هم يواجهوا هذه الظاهره اكيد مش هتبقى منتشره بهذا الشكل. البنت بقى نفسها اخبارها ايه؟ اكيد بتروح وبتشهد وكده. 5 سنين فهي بدات تنسى، ويمكن اللي حصل ان هي لما شافته وتتعرفت عليه في النيابه واتقبض عليه عرفت ان ده حرامي واتقبض عليه وخلاص اتسجن، فارتاحت نفسيا. واحنا طبعا الدكتوره قالت لنا ان فيها كل حاجه، ما نجيبش سيره الموضوع خالص. وهل هي ما بيجيبوهاش مثلا في التحقيقات او في الحاجات اللي زي دي، ولا خلاص خدوا شهادتها وانتهت؟ لا، اخدوا شهادتها ليله الحادث، اخدوا كل التفاصيل اللي ادانت المتهم ده وما اتكلموش معاه تاني. حتى احنا ما بنجيبش الست الموضوع ده وبنوديها النادي عادي تاني ومفيش اي حاجه، يعني بنتعامل معاها زي ما الدكتوره قالت بالظبط. تحيه يا استاذه رغده على العائله الشجاعه الذكيه دي، يا رب كلنا نبقى في هذا السياق الذكي في التعامل. وشكرا يا استاذه رغده، متشكرين. الحياه كانت حاله يعني لا تتخيلي، كانت صادمه للمجتمع المصري كله. طبعا في غيرها كتير. انتوا شايفين اللي حصل ده، يعني شايفين الاجراء اللي هي عملته بحيث انها تاخد وتروح وتصر، رغم يعني هم الضابط اللي راحت له اول مره حاول الموضوع يتقفل والنادي يقفله، لكن هي اصرت. ظهرت معلش، حصل خير. معلش حصل خير. لكن هي اصرت الحقيقه ومشت في شايفه ده ايه؟ لا طبعا ده شيء ايجابي جدا، واحنا دايما بنقول انه اهم حاجه والاول خطوه انه البنت ما تسكتش على حقها. للاسف احنا بنحس غصبا عننا انه ده ممكن يكون تقصير مني، ممكن اكون انا غلطت في حاجه، في حاجه اتلام عليها، فبخاف ان انا اقول ان انا تم التحرش بيا. لانهم دايما بيطلعوا في الاخر البنت هي غلط. طبعا دايما يلوم البنت. هننسى الفيديو اللي ضرب اخته في بالقلم في الشارع عشان كانت واقفه فرحانه مع، يعني ده التعامل يعني. بالظبط. فلا يعني طبعا يعني شيء ايجابي، ويا ريت كل البنات وكل الشهود اللي هم يعني شافوا حالات تحرش يقدموا، عندهم الشجاعه ان هم يقدموا ايجابيين. وكل واحد يا جماعه يحط نفسه لا قدر الله ان اخته او امه او بنته ممكن يحصل لها اللي حصل للبنت دي، محدش بقى بعيد دلوقتي. صابرين انا بشكرك جدا، نورتينا بجد. ميرسي. واحنا يوم السبت ان شاء الله انا هبقى ان شاء الله زعجنا كلنا عمر هبقى موجود في هذا اليوم، واتمنى ان اللي يقدر يروح. فين اقول لهم فين يا دينا؟ يا قدام دار الاوبرا في الزمالك. قدام دار الاوبرا الساعه 5 من 5 ل 8 اللي يقدر يروح تضامنا ورفضا لما يحدث يتفضل. انا بشكركم. ميرسي. وهنطلع دلوقتي هنتفرج على غنوه العايده الايوبي بتتكلم بتزعل اول مره وبتتكلم عن المراه المصريه، اتفرجوا عليها وبعدين نشوفكم الفقره اللي بعدها.